لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. نتمنى الخير لبلادنا، وتأكدوا يقينا أنني لست متحامل على الجزائر، ولا عندي حسابات مع النظام، ولا عندي حسابات مع المؤسسة العسكرية. والله أتمنى الخير للمؤسسة العسكرية، تكون ظلت واقفة ما يسيئوا لهاش بمثل هذه الأمور، ما يسيئوا لهاش. أنت أردت أن تسترجع جنرال، ما تسترجعه بصورة تستفز الشارع الجزائري، إلا إذا كان أصلا أنت تعمدت استفزاز الشارع. أنك تستطيع، كان تستطيع ترجع خالد نزار وترجع من تريد، لأنها فيه مصلحة للأمن القومي، خليهم بعيد على كل الأنظار. هكذا من المفروض تكون الأمور. ما هي بهذه الطريقة الاستفزازية؟ هناك سلوكيات استفزازية حدثت، وأنا قلت لكم منذ البداية، تذكروا لما خرج العقاب وحكى على بسم الله الرحمن الرحيم، قلت لكم بأنها تحدث عمليات استفزاز للشارع الجزائري لضرب تبو. وما زالت استعادة خالد نزار تدخل في إطار هذه الأجندة التي أنا قلتها لكم، التي الهدف منها هو إسقاط كل المسار، والمسار رأس الحربة نتاعه في هذه المرحلة كان قبل قايد صالح، الآن رأس الحربة نتاعه هو الرئيس تبون، يجب عليه أن يرحل، والعصابة لن يهنأ لها بال إلا إسقاط تبون وسجنه، مش سجن بوتفليقة اللي ذكروه في قلب القضايا وما عيطوش. يشهد الله أنني ناصح أمين، يشهد الله أنني لا أريد إلا الخير للجزائر. هذا هو وضع الجزائر، أعطونا نقاط أمل للجزائريين حتى نستطيع أن نراها، لم نعد نرى شيء، كلها وعود، كلها حكايات هذه. حتى أرض الرسائل اللي نطلقوها من عند الجزائريين، اللي واحد يتمنى ببطاطا عدواه، واحد يتمنى يخرج، واحد يتمنى يغادر البلاد، واحد يتمنى يحرق، كلها ما توصلش الشعب اليأس. وما تقول ليش راني نكون دولة قوية والشعب نتاعي يائس والشعب نتاعي جيعان. وأنا قلت لكم كم من مرة، اللي نقصته ببطاطا دواء يشوف الدواء خير من الوطن. وما تجيش تقول لي راهي وطنية وكل شيء، عندك الأبطال الوطنية رهم النخب ورهم رموز في الثورة الجزائرية، كان قيادات بطلة، والعوام رهم عوام، وكان كل واحد ينظر من عنده. الجزائر هذه عبارة عن كرة، كل واحد قاعد، اللي قدامه شجرة يشو يحكي على الشجرة، واللي قدامه حجرة يحكي على الحجرة، واللي قدامه القمر يحكي على القمر، واللي قدامه البحر يحكي على البحر، واللي قدامه بابور يحكي على البابور، واللي قدامه طموبيل يحكي على الطموبيل، وهكذا. ويجب أن تلتقي كل الرؤى. لذلك إخواني الكرام، أنه نأكدها ونقولها أنني لست معارض. لا أقول هذا الكلام لأنني معارض للسلطة مثل ما يفعل آخرون، أنا انتقاداتي الواقع هو اللي يفرز هذا. لما لو أن الواقع يفرز أشياء جميلة لتحدثنا عنها، ما كانش. ما الذي أنجز؟ هيا بالله عليكم، بالله عليكم، غياب الرئيس بهذه الطريقة ونهار كامل في نشرة 8 وتليفونالو عبدقة وهدر معه قدور ومسعود وعليوة وروح 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 كل يوم هذه التليفونات. الجزائريين اللي زالوا ما زالوا مجروحين من هذه الأسلوب في عهد بوتفليقة، تزيد تخطبهم بهذا الأمر بهذه الطريقة. هيا في رأيكم، يعني ممكن؟ على كل حال بالمختصر المفيد، لا أطيل عليكم إخواني الكرام، يجب علينا، يجب على الناس اللي قلوبهم على الجزائر أن يتهيكلوا في إطار معين. يجب أن تطلق مبادرة، هذه المبادرة آدرة لاستعادة المسار، هذا المسار الذي أطلق في فيفري وأيدته المؤسسة العسكرية وحماه في ذلك الله تعالى، ثم القايد صالح فيما بعد الله طبعا. وهذا المسار حدثت فيه ردة، استعادة هذا المسار تحتاج إلى مبادرة. هذه المبادرة على الناس، على المعارضين وعلى السياسيين وعلى النخب المثقفة، أن تنسى الخصومات التي ما بينها. ما تجيش نهار كامل وأنت معارض سياسي، ناسي من المفروض تحمل خطة عمل، المفروض تحمل مشروع سياسي، نهار كامل أنت تسب في بصبع لزرق وتهاجم فيه، هذا مستوى تافه. هذا اللي ذهب الانتخابات كانت عنده رؤية، يجب أن تحترمها، ويجب أن تقنع بأنه المسار اللي مشى على جاله راه تم رو سقط في الوحل،
راه استقط في مستنقعات، إذا كان مشى للانتخابات من أجل مسار معين عليه الآن أن يحمي هذا المسار. هكذا تكون الأمور. أناشد المعارضين والمثقفين والسياسيين أن تكون أن يلتقوا، التقوا فيما بينكم لهذه اللحظة. منذ انطلاق الحراك هل رأيتم الجزائريين التقوا؟ التقت طيارات مختلفة في ندوة، يلتقوا في مظاهرات في الشوارع، كل من هب ودب وكل واحد يجيب اللافتة نتاعو. هل التقت النخب هذه اللي تشوفوا فيهم على الفيسبوك والقناة الوطن والقنوات الفضائية واليوتيوب تشوفوا فيهم؟ هل اجتمعوا يوما آراء مختلفة، آراء مختلفة اجتمعوا في مائدة، في اجتماع وحاولوا أنهم يخرجوا بخارطة الطريق للجزائر؟ ما كانش، لأنه هنا يكمن الخل، لأنه كل واحد يحب يكون زعيم، كل واحد يحب هو اللي يحقق ما يريد، كل واحد يقول بأنه أنا ما أنا عليه هو الصواب. لا، أنا أدرك تماما أنه لدي الخطأ ولدي الصواب، أنا نحاول فقط أني أحرص أنني لا أقدم إلا ما أنا مقتنع به أو صواب، وإذا جاء شيء خاطئ تأكدوا بأنني أمام الله أنني حرصت وتحريت بقدر الممكن أني أصل إلى الصواب، وإذا جاء غلط ما قامتش علي الدنيا، مانيش جيت ادعيت النبوة ولا راني نعلم ما في الغيب، ولا راي الحجة عندي بعدها ما كانش تنتهي عندي. لا، هذا كلام جينا نعطوا في وجهة نظر. لذلك إخواني الكرام، بالمختصر المفيد طولت عليكم على النخب السياسية والثقافية والإعلاميين والناس اللي حاملين هم البلاد أن يطلقوا مبادرة. أما بقيت المبادرات في إطار معين، هذا جماعة عندهم مبادرتهم يحبوا يفرضوها ويستغلوا كل الظروف باش يبينوا باللي راهم على صواب، وهذا كيف كيف وهذا كيف كيف، صدقوني لن تغيروا شيئا في النظام، تعود البوتفليقية في قناع آخر، وتبقى الوضع على ما هو عليه. إذا كان الجزائريين خرجوا في التسعينات ومن التسعينات ما عودوش خرجوا، كانوا يخرجوا في إطار معين حتى 2019، زيدوا السنة 20 سنة أخرى باش يعودوا الجزائريين يتحركوا مع أجيال أخرى وواقع آخر ووضع واحد. شكرا لكم أحبتي الكرام، أعذروني طولت عليكم، سامحوني هذه الأوجاع وهذه المرارة اللي نشعر فيها تجاه بلادنا، حبيت ندردش فيها معكم. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فتأكدوا أنه من نفسي، ونسأل الله العفو والعافية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.